السنين ومن خلال مؤتمر التزامه الذي كان في الشعار. هل يمكن على سبيل المثال ان يعقد مؤتمر في اطار الجماعه العربيه حول الاستفاده من تجربه دروس الصين في التقدم الصناعي والاقتصادي في اطار الجماعه العربيه ومساعده الدول العربيه في المشروعات التنميه؟ شكرا جزيلا. هناك ثلاث وثائق تم توقيعها مع وزير خارجية الصين. الوثيقة الأولى أعلن بيجين، الوثيقة الثانية الإطار التنفيذي للإطار التنفيذي لمدة الأعوام الثلاثة القادمة 18 19 20 وهي تتعامل هذه الوثيقة مع 15 قطاع من القطاعات المختلفة. هنا تأتي التجربة الصينية لكي تضيف الدول العربية الرؤى الصينية في هذا المجال. هي من الفضاء الخليجي للطاقة، الطاقة النووية، الطاقة الشمسية، لطاقة الرياح، للصحة، للتنمية الاقتصادية، لأي شيء يبادر الإنسان أو يفكر الإنسان التفكير فيه يجد نفسه أمام هذه المجالات الخمسة عشر. ثم الوثيقة الثالثة والأخيرة التي تحدث عنها السيد وزير خارجية السعودية هي وثيقة الحزام والطريق. ووثيقة الحزام والطريق لها منهجية ولها رؤية. الرؤية تقول أن الصين تسعى بقوتها الاقتصادية وبالفكر الصيني لبناء انطلاقة كبرى من الصين عبر الحرب الآسيوية وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط وفي الطريق إلى أوروبا. هذا تماما يعكس الفلسفة الصينية العربية ربما منذ 2000 عام، لأن منذ 2000 عام كنا نقول أن هناك قوافل الحرير. فقوافل الحرير هي التجسيد القديم للفكرة الصينية الحرير التي أطلقها الرئيس الصيني منذ 4 أعوام، وبالتالي ننظر بترقب لتنفيذ كل ما يتفق عليه. ولدينا نية مؤكدة ليس فقط على مستوى أمانة الجامعة العربية ولكن في اللقاءات مع الوزراء العرب أن كل في مجاله وكل في قطاعه كدولة وطنية سوف ندفع بقوة إلى تنفيذ كافة ما التزمنا به في هذه الوثائق. من يقرأ ما تم إنجازه الذي تحدثت فيه مجازا صباح اليوم يجد أن هناك عشرات الاجتماعات التي تمت على مدى الأعوام الثلاثة والعامين الأخيرين، وأتوقع أن الأعوام الثلاثة القادمة تشهد الكثير من اللقاءات، الدراسات، الإنجازات في هذه المجالات. شكرا جزيلا.
伙伴，中方的这一鲜明立场是基于中国的现实国情和发展阶段，也是源于中国的历史遭遇和制度属性。曾经在近代饱受外来侵略的中国，我们最懂得发展中国家对于主权独立的执着。从贫穷落后中奋发图强的中国，我们最清楚发展中国家对振兴经济的渴望。坚持主张公平正义的中国，我们最理解发展中国家维护自身正当合法权益的期盼。我们看到当前国际格局正在经历前所未有的大调整和大变化，对于广大发展中国家而言，机遇前所未有，而挑战也同样严峻。面对新的形势，中国愿加强同包括阿拉伯国家在内的所有发展中国家的团结合作，在实现中国自身发展振兴的同时，不断的拓展和加强南南合作，共同建设更广泛的发展伙伴关系，共同构建更加开放的世界经济，共同增强发展中国家这一群体在全球治理体系当中的代表性和发言权。我们既要维护好发展中国家的整体利益，也要为人类的进步事业做出我们新的贡献。这就是我的回答，谢谢。好，公见记者活动到此结束，谢谢大家。شكرا.